مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية. طبعا دي دورته رقم 16 بيستمر لحد يوم 28 سبتمبر إن شاء الله هذا الشهر الجاري. نشوف التقرير الحلو ده وبعدين فاصل ونكمل الكلام. طبعا مهرجان سماع الدولي الدورة 16 برعاية وزارة الثقافة بالتعاون مع مؤسسة حوار، السنة دي الدورة 16 برعاية رئيس مجلس الوزراء الحقيقة وبالاشتراك مع الهيئة العامة للتنشيط السياحي وزارة السياحة والآثار. الحمد لله السنة دي الحضور الأجنبي قوي، عندنا حوالي 12 فرقة أجنبية بالإضافة إلى الفرق المصرية المختلفة وفرق السفارات المختلفة أيضا، إن شاء الله تبقى دورة متميزة. أهمية المهرجان بالنسبة له هو للاستفادة والتعلم أكثر وكسب خبرة أكثر من حيث كل شيء، وتعرف على وجوه جديدة من جميع الدول العربية والأوروبية والعالم كله إن شاء الله. والله الحمد لله رب العالمين، لنا الشرف أننا نشارك في الطبعة الثالثة لمهرجان سماع في دولة مصر الحبيبة. وهذا المهرجان كما تشاهدون لاقى صيتا كبيرا على المستوى العالمي، وهو يمثل الموسيقى الروحية والسماع الصوفي لكل دول العالم، وهو يجمع كل هذه الثقافات في هذا المهرجان الجميل. احنا كل سنه بنحاول نجدد ونطور من نفسنا. الحقيقه الدكتور نصر عبد الفتاح دايما بيبقى حريص جدا ان كل سنه يقدم حاجات جديده عن السنه اللي قبليها. السنه دي من اهم الفرق اللي معانا وهي ضيف شرف المهرجان، فرقه كونغو برازافيل. الحقيقه كانت هي من اشهر الفرق العالميه، وكانت حريصه جدا جدا السنه دي، يعني بتتابع معايا بقى لها 6 شهور ان هي عايزه ان المهرجان يبدا، عشان كانت حريصه جدا ان هي تشارك فيه. مهرجان سماع هو التقاء للفنون المختلفه والحضارات المختلفه على ارض مصر، بنخاطب كلنا بلسان واحد، بنناجي الله سبحانه وتعالى، بنمدح في سيدنا النبي، وكل واحد كل على 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 دينه. يعني بنحاول بقدر الامكان نعمل رساله سلام نوصلها للعالم كله، ونقول ان مصر بلد الامن والامان، ونقول ان مهرجان سماع ملتقى الاديان وملتقى الحضارات وملتقى الثقافات المختلفه. الجديد السنه دي ان هو حاطط سبوت على الاحتفال يكون بالاخص روحاني، لان المولد النبوي الشريف هو طبعا بيعمل له استعداد، فدي حاجه اللي هو مهرجان سماع يجي في ظل الاجواء الروحانيه بتاعه ذكرى المولد النبوي الشريف.